وصلنا لهذه الانتخابات التي أرجعنا فيها السيادة إليكم أنتم الشعب الذي انتهكت سيادتكم طيلة 50 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله وبتوفيق منه نفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية. تونس تستكمل ثورتها بعد الدستور والانتخابات التشريعية. الديمقراطية التونسية في محطتها الأخيرة، الانتخابات الرئاسية. 27 مرشحا من أجل الرئاسة. ربيع تونس الانتخابي على قناة المغاربية. نتابع الحملة الانتخابية، نفصل في برامج المترشحين، نقرأ استطلاعات الرأي، ونبرز نتائج الانتخابات في تغطية خاصة وحصرية تأتيكم في الأوقات التالية. سلام الله عليكم مشاهدي قناة المغاربية الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه التغطية المتواصلة للانتخابات الرئاسية التونسية، ونستهلها كما عودناكم بموجز لأهم الأخبار. عقد المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الخميس 20 نوفمبر 2014 الجلسة الختامية برئاسة مصطفى بن جعفر، ليتوج بذلك المجلس مرحلة تأسيسية امتدت على 3 سنوات. وقد تميزت الجلسة العامة بحضور مكثف للنواب الذين قاموا تبعا بالتوقيع على نسخة مخطوطة باليد من دستور الجمهورية التونسية 27 جانفي 2014. وتوجه رئيس المجلس بالشكر للخبراء من تونس وخارجها وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والجمعيات والأكاديميين والأكفاء التي ساهمت بالكفاءات التي ساهمت بإبداء الرأي وأثرت أعمال المجلس. كما توجه بالشكر إلى الجيش والأمن والوطنيين لوقوفهما مع الثورة والتزامهما الحياد وانضباطهما في حماية البلاد. ولم ينسى رئيس المجلس شكر الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي دعمت عمل المجلس. يومان فقط يفصلاننا عن انطلاق عمليات الاقتراع في كامل تراب الجمهورية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل من بين 27 مرشحا. وتشهد الساحة السياسية في اليومين الأخيرين قبيل نهاية الحملة الانتخابية حالة من التجاذب والاستقطاب، ولا سيما بين المترشحين المنصف المرزوقي والباجي قايد سبسي. أعلنت 6 أحزاب سياسية في بيان لها مساندتها لترشح سليم الرياحي في الانتخابات الرئاسية، وهي حزب صوت الإرادة وحزب التحرر وحزب الشباب الحر وحزب جبهة الشعبية الوحدوية وحزب الثوابت واتحاد الشباب الديمقراطي التونسي. وأوضحت هذه الأحزاب أن هذه المساندة تأتي في إطار القطع مع كل أشكال الهيمنة والاستقطاب الثنائي، ولضمان الإسهام في بناء الحوار والتفاعل السياسي للمحافظة على توازن الحياة السياسية في البلاد. قال المترشح للانتخابات الرئاسية أحمد نجيب الشابي خلال زيارته إلى قابس إن لديه ثقة في خبرته وتمتعه بمواصفات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن حظوظه في الفوز وافرة على حد تعبيره. وأضاف خلال زيارته لولاية توزر أن تونس بحاجة إلى رئيس يؤتمن عليها.
وذكر الشابي أن البلاد في مرحلة حرجة وبحاجة لرئيس يتميز بروح الوحدة الوطنية ويحمي البلاد من التدخلات الخارجية. نفى المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية حمودة بن سلامة في تصريح صحفي انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن ما راج حول قرار الانسحاب عار من الصحة ولا أساس له. وأكد أن ترويج أخبار عن انسحابه من السباق الرئاسي يعد أمرا مغرضا ونية مبيتة حسب قوله، مؤكدا أنه لم ولن يفكر في الانسحاب. وفي نفس السياق نفى المترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنيدي في تصريح إذاعي الأخبار الرائجة حول انسحابه من السباق الرئاسي، وأكد الزنيدي أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن الغاية منها هي ضرب العملية الديمقراطية. علق المرشح للانتخابات الرئاسية سمير العبدلدي على الانسحابات المتتالية من السباق الرئاسي، معتبرا أن المنسحبين ارتكبوا خطأ سياسيا باتخاذهم هذا القرار وخذلوا أنصارهم الذين قاموا بدعمهم ومساندتهم. واعتبر العبدلدي أن المنسحبين عملوا بمقولة خان هذراحة قالت مسحورة، موضحا أن التبريرات التي قدمها المترشحون غير مقنعة. واعترف رئيس الجمهورية والمترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي بارتكابه لبعض الأخطاء خلال فترة حكمه، لافتا إلى أنه يتميز عن بقية المترشحين بالجاهزية لمواصلة بناء مستقبل تونس باعتبار أن كل الملفات جاهزة وفق تعبيره. وقال المرزوقي إن استقلالية القرار الوطني لا تقل أهمية على الديمقراطية، مؤكدا أنه سيدافع بنفس الشراسة عن استقلال تونس مثلما يدافع عن ديمقراطيتها. قال المرشح الرئاسي محمد فريقة إنه سيوظف علاقاته برجال أعمال وسياسيين صينيين لتنفيذ استثمارات ضخمة في تونس، وإن هؤلاء قدموا تعهدات في هذا الشأن. وبين فريقة أن هذه المشاريع تتمثل في بناء طرقات سيارة ومستشفيات وموانئ وآبار مياه عميقة، مؤكدا ضرورة انفتاح الدبلوماسية التونسية على الدول الأسيوية وتعزيز التعاون الاقتصادي معها وخاصة مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية. وشدد فريقة على ضرورة الانفتاح على دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بالإضافة إلى تركيا. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء، وأترككم مع زميلي سمير الخالدي لمواصلة النقاش، وأضرب لكم أنا موعدا لقراءة في بعض الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح بعد ساعة من الزمن. إلى اللقاء. أشكرك زميلي عادل على هذه الأخبار السريعة، ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة من قناة المغاربية للانتخابات الرئاسية في تونس المزمع، يعقدها في 23 من هذا الشهر أي بعد يومين من الآن يوم الأحد المقبل. مع اقتراب هذا اليوم التاريخي في تونس، تونس أول مرة في تاريخها تنتخب رئيسا، أول مرة يتقدم هذا الكم الهائل من المترشحين للرئاسة، وبالتالي هو مهرجان واحتفال ديمقراطي بكل المعايير. لا شك أن هناك صراعا، أن هناك معركة انتخابية، ولا شك أن هناك كذلك استقطابا وتجاذبا سياسيا حادا يبرز أساسا بين ممثلين لقطبين كبيرين في تونس، ممثل لمن يحسب على النظام والمنظومة السابقة الباجي قايد السبسي، وممثل لمن يدعى أنه يمثل الثورة ومن يمثل أهداف الثورة وهو الدكتور محمد منصف المرزوقي. في هذه الأجواء من احتدام الصراع ليس هناك حديث عن البرامج، بل أكثر منه حديث عن الشخصيات وعن الكاريزما، وكأن التونسي صار متأثرا بشخصية المخاطب أكثر منه تأثرا بالبرنامج المطروح. نحاول مشاهدي الكرام إذن في هذه الساعة من النقاش قبل أن نفتح
الخطوط، سنفتح طبعا الخطوط ككل مساء لكم لتتفاعلوا معنا عبر مداخلاتكم وأسئلتكم. سنفتح الخطوط للتفاعل الجماهيري مع ضيوفنا سواء عبر الهاتف أو حتى عبر سكايب. ودعوني في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو، عضو أمانة حركة رشاد الأستاذ محمد العربي زيتوت، وكذلك الدبلوماسي السابق أستاذ العربي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. قبل أن نشرح في الحديث مشاهدي الكرام نتابع هذا التقرير ثم نعود. بداية من يوم الجمعة وحتى الأحد 23 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري تجرى عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية التي يتنافس فيها رسميا 27 مرشحا. وقد دعي لهذه الانتخابات حوالي 360 ألف ناخب تونسي مسجلين بالخارج وموزعين على 45 دولة أوروبية وعربية وفي الأمريكيتين. وقد استثنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثل ما فعلت بالانتخابات التشريعية الأخيرة كلا من ليبيا والعراق وسوريا من عملية التصويت بالخارج لدواع أمنية، وفقا للمكلف بالإعلام بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات السيد الأسعد بن أحمد. ويتوزع ناخبو الخارج على 6 دوائر انتخابية وهي فرنسا 1 فرنسا 2 فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي كله، بجانب دائرة سادسة بالأمريكيتين وأستراليا وباقي الدول الأوروبية، ويدلون بأصواتهم في 386 مكتب اقتراع. وينتظر أن تفتح أولى مكاتب التصويت بالخارج للمقترعين التونسيين بمدينة كانبرا الأسترالية الساعة 8 بالتوقيت المحلي لهذه المدينة، أي منتصف ليل الخميس إلى الجمعة بتوقيت تونس. ومن أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية زعماء أحزاب سياسية مثل رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد سبسي الذي فاز حزبه بأكثرية الأصوات بانتخابات البرلمان، والرئيس الحالي منصف المرزوقي ومرشح الجبهة الشعبية حمى الهمامي، كما يشارك بانتخابات الرئاسة وزراء سابقون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وإذا لم يحصل الفائز الأول على أغلبية الأصوات أي 50% زائد واحد، فإن الأول والثاني بالترتيب يمران لدورة ثانية تعقد قبل نهاية ديسمبر كانون الأول القادم وفقا لقانون الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية أصدرت بيانا ذكرت فيه أن خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الحكومة مهدي جمعة قررت غلق الحدود مع ليبيا بداية من اليوم وإلى حدود يوم الأحد، وسيسمح بحسب البيان بمرور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستعجالية دون سواهما. إذن مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب كذلك مرة أخرى بضيفي الأستاذ محمد العربي زيتوت، عضو أمانة حركة رشاد. أستاذ محمد العربي كمراقب للشأن التونسي، ما هي أهم الملاحظات بداية التي يمكن أن تسوقها حتى ندخل بعد ذلك في تفاصيل بعض الأمور؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. مرحبا. وعمل هناك مجموعة من الملاحظات لعل أهمها وأبرزها أن هذا شيء جميل حقيقة في عالمنا العربي، إيد الأنظمة الأحادية، الزعيم الملهم، نجد أن بلد من بلدان بين قوسين صغيرة نسبيا يشهد هذه الانتخابات، خاصة في وضع أيضا يتميز بردة شديدة وبثورات مضادة عنيفة وأحيانا عنيفة جدا، فهذا أمر يكاد أقول أنه يبهج الإنسان، يبعث على الأمل ربما بالضبط. لكن واقع الأمر أن هناك أيضا قضايا أخرى علينا أن نشير إليها صراحة، وهي أن هذه الانتخابات تشهد عودة النظام السابق، كما شهدت الانتخابات السابقة عودة النظام السابق وبكل علنية وبكل أحيانا حتى أكاد أقول نوع من الفجاجة في الموقف، تشهد الذين هربوا من النافذة وهربوا أحيانا بطرق مختلفة يعودون، ويعودون مرشحين للرئاسة وليس فقط يعودون هكذا. الأمر الثالث والملاحظة الثالثة هو أن القوى الإقليمية العربية أساسا طبعا
وبعض القوى الدولية تتدخل في الشان التونسي تدخل مباشر وتتدخل في هذه الانتخابات كما تدخلت في الانتخابات التشريعية السابقة. أي نوع من التدخل تلحظه؟ واضح أن هناك مال سياسي خليجي وأن هناك أيضا تدخل إعلامي لمن يستمع لبعض القنوات الخليجية أو نمولها خليجيا يلاحظ مباشرة أن هناك انحياز كامل لقوى الثورة المضادة حيز كامل للنظام القديم وكأن هناك إرادة حقيقية وليس كأن حقيقة هناك إرادة لإعادة بعث نظام بن علي القمعي ولو بدون بن علي على الأقل في الوقت الراهن. ولكن هناك أيضا تدخل القوى الكبرى وخاصة القوى الاستعمارية القديمة فرنسا نلاحظ ذلك أيضا في الإعلام الفرنسي هناك كان موقف واضح من قوى الثورة وكان معادي لها في إجمالا في الانتخابات التشريعية ولكن أيضا في هذه الانتخابات واضح أنهم يريدون إذا شئت إعادة تأهيل النظام القديم ولو كان جاء في شكل السبسي أو غير السبسي. طيب في إطار هذا الجو الذي وصفته الآن سواء تحديات داخلية أو خارجية أين هو موقع الشعب التونسي؟ هل ترى أن هذا الذي بدأ ثورة وقاد هذه الثورة وأسقطت نظام بن علي كان في أعتى قوته وربما كان يتصرف في آلاف الشرطة ومختلف التشكيلات وبرغم ذلك تحدى الخوف وخرج هل سيرضى هذا الشعب لو عاد الحزب الواحد والزعيم الأوحد؟ واضح أن الشعب التونسي أعتقد أنه مر بمراحل في الثورة يعني كان هناك المرحلة الأولى وهي مرحلة النشوة والحماس و أنه أسقط أحد الأنظمة البشعة وكان الناس يعني الثورة التونسية معجزة بكل المقاييس يعني كانوا الناس يتوقعون ثورات في عدة أماكن إلا في تونس صحيح. لكن سرعان ما بدأ بعد السنة الثانية خاصة ابتداء من السنة الثانية للثورة وكان هناك نوع في البداية بدأ نوع من الإخفاق للثورة وبدت الناس وكأنها تشعر وكأن الثورة تتجه ببوصلة تنحني في اتجاهات مختلفة وليس في ما كان يراد لها ثم في الحقيقة في العام الثالث مع الاغتيالات ومع بروز العنف العنف اللفظي والعنف المادي وما يسمى بالإرهاب إلى آخره بدأ وكأن هناك تخوف وتخوف كبير يطغى على الناس من أن ربما الثورة وضعها أسوأ وساهم في هذا إعلام معادي للثورة عاد بقوة وعاد بطريقة فجة حقيقة وساهم في بعث اليأس ومن أن الحل الوحيد ربما هو إعادة تأهيل النظام القديم وإن كان طبعا لا يقولون ذلك أحيانا صراحة لا يقولونه دائما صراحة ولكن أحيانا يتضح من الخطاب وبدأ واضح أن الإعلام البنفسجي كما يطلق عليه التونسة في تونس عاد يهاجم ثورة ويهاجم رموز الثورة وبعث هذا 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 الضعف داخل لكن مع ذلك أعتقد مع ذلك ونحن نقول كل هذا ما زال هناك شعور عام من أن تونس ربما في وضع الراهن برغم كل شيء أفضل بكثير مما يجاورها من البلدان العربية يعني هل أن الشعب التونسي الشاب التونسي طبعا عموما معروف عليها ميله أكثر للسلمية والقبول بالواقع أكثر منه ثورية متواصلة وباستمرار قيل أن هناك خلال العمليات هذه التي تسمى إرهابية وقع تخويف المواطن التونسي بشكل يقع تحويل مراتب الأهمية بالنسبة إليه من حرية وعدالة وكذا إلى استقرار وأمن ولقمة عيش لا أكثر ولا أقل وبالتالي وانطلاقا من هذا ربما كانت حتى توجهات الاختيارات الناخب التونسي في الانتخابات التشريعية لكن هل تلحظ من خلال سباق الرئاسة أن هذا التونسي الآن بدأ يرفع صوته بأنه لا سبيل لعودة النظام القديم بمعنى لا سبيل لانتخاب السيد الباجي قائد السبسي على اعتبار أنه ممثل للنظام القديم هل هذا الصوت صوت الشباب أساسا قبل يومين كان هناك تحرك في شارع حبيب بورقيبة يعني في قلب العاصمة من المسرح البلدي مجموعة من الشباب بدأت تتنادى إلى القصبة أربعة الآن
القصبة هي التي أسقطت الغنوشي وأسقطت حتى الباجي وسرعت بذهاب الباجي إن صح التعبير، فشباب الثورة بدأ يعود. هل ربما لو وصل الباجي إلى قصر الرئاسة من جديد هل سنشهد موجة جديدة ثورية في تونس؟ لا يستبعد ذلك في اعتقادي، وإن كان ربما حتى لا نذهب إلى موجة ثورية جديدة، قد يكون هذه الانتخابات فرصة للناس بعد ما شاهدت من أن ما حدث في الانتخابات السابقة كان صدمة للكثيرين. لكن في نفس الوقت واضح أن الماكينة الإعلامية، الماكينة الأمنية، الماكينة السياسية للنظام القديم تكاد تكون انتاكت كما يقال، يعني أنها لم تتأثر كثيرا، وأن الذين أداروا المرحلة السابقة في واقع الأمر ربما لم يرغبوا أو لم يستطيعوا، هذا في حديث وفي جدال كبير، من تفكيك النظام السابق لأسباب متعددة. في المرحلة الثانية يعني في السنتين الأخيرتين كان هناك الثورة المضادة بكل ما تعني، خاصة بعد إسقاط الحكم الشرعي في مصر، وهذا وبعد غرق الثورة التونسية السورية، اعتصام الرحيل أمام البرلمان بكل تأكيد، اعتصام الرحيل ومسمية بجبهة الإنقاذ وكل هذه الأشياء كانت ثورة مضادة، يعني واضح أنها كانت معادية للثورة بكل ما تعني. وأن الذين قاموا على الثورة هناك من يرى أنهم ربما وفقوا لأنهم لم يذهبوا في الصدام كبير معهم، وهناك من يرى بأن هذا على المدى البعيد كارثة بكل المقاييس، لأنها أعادت، وهذا الدليل واضح اليوم أنه أعادت، لأنه أيضا ممن قاموا على هذه الثورة أو ممن أداروا المرحلة بشكل أو بآخر مثلا رفضوا قضية العزل السياسي وكل الثورات، لأن الشعب عندما قام بإسقاط النظام السابق وقام باختيار من جاء بعده فيما بعد، في الحقيقة كان أهلوا أو كلفوا أو طلب منه أن يقيم، أن يحدث تغييرات هائلة، وإلا لماذا اختارك؟ ليس هل كان خطأ أن رفض تحسين الثورة، قانون تحسين الثورة؟ أعتقد أن من وجهة نظري الخاصة، برغم أن هناك تبريرات كثيرة تساق، أنه كان خطيئة وليس خطأ فقط، حقيقة بكل المقاييس، لأنه هذا أعاد الشرعية لها، وكأن الثورة قامت فقط على شخص واحد، وكان المشكلة كان فقط في بن علي. في الحقيقة بن علي كان هو الوجه المرئي أو الممثل لما يسمى بالدولة العميقة، وأن الفساد كان يمس عدة جهات، داخل القضاء، داخل الجيش، داخل الأمن، خاصة داخل الإعلام. نعم، سأعود إليك أستاذ محمد العربي. سأتحول الآن مشاهدي الكرام إلى تونس، معي من هناك المحلل السياسي الأستاذ عبد الحق الزموري. أستاذ عبد الحق مرحبا بك، كيف هي الأجواء بتقديرك في الآن بتحليلك إن صح التعبير؟ هل هناك مزيد من ربما الانسحابات التي ستسجل؟ هناك حديث على احتمال شخصيات أخرى محسوبة على النظام القديم ربما تغادر الحلبة لفائدة السيد الباجي قائد السبسي. مساء الخير، اهلا بك ومرحبا بك وبضيوفك. مرحبا. هو المشهد هذين اليومين معناه يشهد تسارع وتصاعد لوتيره الحمله الانتخابيه الرئاسيه، وهذا من ناحيه مفهوم، ولكن من ناحيه مستجد لانه نشهد ايضا توتر، تصاعد وتيرة التوتر في الخطاب السياسي عند بعض المترشحين، وبالأساس عند من نسميهم نحن هنا بالمترشحين اللي عندهم مسحة من النظام القديم أو مرتبطين بالنظام القديم أو معبرين بشكل كامل عن النظام القديم. هذا التوتر بحسب المحللين يبدو هذا النبرة من التوتر في الخطاب وفي القول يبدو بأنه مردها حسب بعض المحللين كما قلت هو الاختراق أو الخرق الذي يقوم به الدكتور محمد منصف المرزوقي في مع الناس في تصاعد أسهمه للوصول إلى الدورة الثانية. وهذا التوتر الحقيقة وصل في اليوم والبارحة وصل إلى بعض خطوط العنف البدني. تعرضت حملة السيد الباجي قائد السبسي في بعض المدن الداخلية إلى التهجم ثم إلى الهجوم ثم إلى الطرد.
كما حصل له في القصرين وفي القصرين كذلك أمس نفس العملية. نعم نعم أقول في القصرين نفس المشهد تقريبا أمس أو الأمس القصرين نفس المشهد. اليوم في جربة وقع طرد مجموعة من المحسوبين على حزب نداء تونس لأنهم كانوا يريدون القيام باجتماعات. بدأنا اليوم أيضا من وقع الاعتداء على إحدى الناشطات في الحملة الشبابية الشعبية التطوعية لأحد المترشحين في أحد المدن الداخلية. يعني في شوية من في خشية من أنه نصل طيب. إلى مع نهاية هذه الحملة إلى بعض الأحداث طيب. السيد عبد الحق فيما يتعلق الآن بالانسحابات، يعني هناك انسحابات لم تكن متوقعة، يعني كما مثلا أساسا السيد النابلي لم يكن متوقع، والرجل كان واضح إصراره على الذهاب إلى 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 آخر السباق، لكن فجأة فوجئ الجميع بانسحابه. هل انسحابات التي معظمها عذرا التي معظمها من الطرف الآخر من طرف الداعم للسيد الباجي قائد السبسي، ما هي أهم أسبابها؟ هو المتابع الدقيق والمدقق في المشهد لم تفاجئه كثيرا مثل هذه الانسحابات، أنها انسحابات كانت متوقعة لأنه شهدنا مثال لها في الانتخابات التشريعية اللي صارت في المدة الأخيرة. ولذلك حتى هذا الكم من الترشحات في صف ما يسمى بالقريب من الدولة العميقة ومن الدولة من الثورة المضادة، معناها كان مترقب في كل لحظة بأنه تصير نوع من تجميع القوى في لحظة ما وراء مرشح واحد. كان الخلاف في منذ عدة أسابيع من هو المرشح، كان السؤال هو من هو المرشح الذي ستلتف حوله كل القوى وكل المترشحين. ولذلك بدأ الانسحاب بأحدهم منذ أسبوع، ثم الآن الانسحاب سيد مصطفى كمال النابلي وانسحاب ابن الشهيد مرحب حشاد نور الدين حشاد. هذه الانسحابات الحقيقة طبيعية في المشهد في هذا المشهد، لأنه يجب أن نعلم بأن السيد كمال النابلي رغم كل الماكينة التي وضعت وراءه ورغم انه كان المفروض من البدايه قيل للباجي خالد السبسي بانه ينسحب لفائده كمال النابلي، بل ان بعض من عناصر نداء تونس ومن قيادات نداء تونس خرجت من النداء للالتحاق بالسيد مصطفى كمال النابلي، ولكن اكتشفنا والنابلي نفسه اكتشف منذ بضعه ايام بانه لم يحصل اي خرق له في استطلاعات الرأي الرئاسية، لم يتجاوز في أحسن الاستطلاعات من 3-4%، ولذلك تحولوا. إضافة إلى أنه السيد الدكتور منصف المرزوقي قام كما قلت منذ قليل بخرق سريع، أنه واضح. ينطلق من 8% إلى الوصول إلى حدود متقدمة من استطلاعات الرأي. طيب استوقفك هنا عبد الحق، هل لديكم تقريب للنسبة الفارقة الآن بين الرجلين، تسريبات كما يقال؟ هو مع الاحترام طبعا هناك نحن الآن مقيدين بقوانين صارمة أنه لا تعلن، هناك الكثير من استطلاعات الرأي وهناك الكثير من الأرقام المتداولة، ولكن ما يمكن قوله هو أنه الفارق يتقلص بين دكتور منصف المرزوقي وبين الباجي خالد السبسي، وهذا التقلص يبدو بأنه تقلص سريع، ولذلك القوة أستاذ عبد الحق، سيد عبد الحق البارح كان معنا بعض الضيوف يتحدثون عن الفارق صار بين 7 أو 8 نقاط فقط بين المرزوقي والباجي قائد السبسي. نعم هذا الحديث يمكن أن يكون جديا من خلال ما نلحظه على الأرض ومن خلال الكثير كما قلت من الاستطلاعات مختلفة واضح.
نعم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الحق الزموري المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من تونس. مش الكرام أستاذ عربي، أنت قبل أشرت للمال الخليجي والتدخل الخارجي في الانتخابات التونسية والتأثير التونسي. نحن مشاهد الكرام معنا تسجيل لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد، يتحدث فعلا على هذا المال السياسي وهذا الدعم المباشر، وكما قال هو يسمي الأمور بمسمياتها. نتابع هذا التصريح ثم نعود للتعليق عليه. الانسحابات اللي تصير هذه فعلا أكبر مخاتلة وأكبر خديعة للشعب التونسي. أنت ترشحت خليك في السباق، مش جيب نصف السباق تترشح وتبيع بقعتك، يبيعوا فيها مقايضة، كل واحد يبيع في بقعته، إما بمنصب وزاري وإما بالفلوس، واللي يدفع الفلوس جايين وموجودين من الإمارات جايين، وجاي واحد اسمه سويرس وواحد اسمه طارق بن عمار، هم اللي يدفعوا لمن ينسحب، فهمت؟ ولذلك يعني انا من ناحيتي يعني اخبار هذه مؤكدة، نعم اخبار مؤكدة، انا اقول فيها مؤكدة وغير مؤكدة، هم اللي يأكدوا عكسها، انا نقول فيها وانا اعرف ما اقول. وسويرس موجود، هو اسمه سواريز بالعربي يكتبوا سويرس، نجيب سويرس، هو جاي باش يشتري الشركات الفالسة في تونس، ولانه هو عنده مشاكل مع الجزائر وعنده مشاكل في مصر وعنده مشاكل في جنوب افريقيا وفي كل بلدان جايبينه. هو صحيح عنده هو قوة مالية في مجال فوربس، يحطوه من الأقوياء في مجال فوربس من الأقوياء العرب، عنده مصالح في الخليج، عنده مصالح مع كذا، هو هاو في تونس، وهاو الانسحابات كلها تمت، وهم كلهم يمشوا يسلموا عليه ويسلموا عليه، مشوا يعني احنا نبقى حتى تخرج لنا الصور ما ونقرأ الأحداث. هاو طارق بن عمار جنبه، هاو طارق بن عمار هو صديق الباجي قايد السبسي، وهو مش صديقه هو فقط، بو المنذر بن عمار الله يرحمه كان صديق الباجي السبسي، وهما الاثنين دخلوا الوزاره في عام واحد، وهما الاثنين وزرتهم وسيله بورقيبه، وسيله بورقيبه هي عم طارق بن عمار اللي هي اخت المنذر، مع انه انا سي طارق نعرف اخته هاله الباجي، امراه محترمه جدا ومثقفه جدا وعندها كتب لا تشبهه. وهو من اين له الاموال؟ اموال البيات، اموال البيات، اموال الشعب التونسي، خذوها من عهد وسيله بن عمار، وأعطيت ووزعت على العائلة الجديدة الحاكمة، وبعدين مشت ظهرت في هوليود في شكل أفلام وفي شكل كذا. طارق بن عمار بعدين عندما طولب باسترجاع الأموال هرب لمدة فترة معينة، كان عنده مشاكل مع ما نعرفش شكون، بعدين جاء عمل رشوة لبن علي ودخل، وتوسط له القذافي ودخل، وكان باش يعمل فيلم سنوات العذاب للقذافي في إيطاليا هو برلسكوني، والقذافي توسط له لعند بن علي وعمل له رشوة لبن علي، جاب له جاك، شو اسمه الفنان جاكسون، مايكل جاكسون، جابوه له بالبلاش. مايكل جاكسون لا يتحرك أساسا، لا يغني في البلدان العربية، جابوه هو لأنه هو شريك معه في شركات التوزيع. أنا أحكيكم هاي أسرار الدولة، دولتنا راهي مباعة، راهم يبيعوا فيها. يا شعب صوتوا لمن ترونه أحق وأرجل وأشجع بكل بعبارة. أعود إليك أستاذ العربي للتعليق على هذا الكلام. واضح أن هناك مال سياسي فاسد يعني داخلي ولكن أساسا خارجي. وأنا نقول لك شوف، الدول اللي صرفت على انقلاب مصر عشرات الملايين من الدولارات، هناك من يعتقد لحد الآن أن الإمارات والكويت والسعودية صرفت أكثر من 50 مليار المعلنة مليار دولار، معلنة بمعنى موثقة كذلك يعني الموثقة نعم يعني اللي هم أعلنوا عليها أدلة نعم. عليها أدلة يعني ناهيك على كثير من الأشياء والمشاريع إلى آخره. طبعا هم لا هم عندما يقدمون هذه الأموال لا يقدمونها لا في سبيل هذه الأشخاص ولا، وإنما لأنهم يعتقدون أن الثورات مهددة بالنسبة إليهم، قضية وجودية يعني بالنسبة لهذه الأنظمة الفاسدة. ضف إلى ذلك أنهم في نهاية المطاف هذا المال يشترون به شركات وأراضي وفي داخل مصر وداخل تونس وداخل أينما تمتد أيديهم، الآن يريدون أن يسيطروا بهذا المال. كانت حد عن شراء شركات مفلسة ربما مثلا هو نعم. قدم مثال نجيب سويرس، لكن نعم. نجيب سويرس أحد الأسماء فقط، هناك نعم. عدة أسماء. فهذا المال واضح أنه لعب دوره في الانتخابات التشريعية، ويلعب دوره في دعم الإعلام المعادل للثورة، ويلعب دوره في سياسيين معادل للثورة، لكن ليس هم أحدهم. أيضا مثلا نجد الآن أن النظام الجزائري أيضا له دور في هذا الأمر، بحيث أنه واضح
أنه استقبل بوتفليقة استقبل السبسي مرتين أو ثلاثة بالرغم من وضعه الصحي السيء، في حين لكن استقبل حتى الشيخ راشد. نعم استقبل الشيخ راشد هذا شيء يعني. وهو ولذلك ما يراد في الحقيقة لتونس أن تلعب بعض الدول، فرنسا، نظام الجزائري، نظام السعودي، نظام الإماراتي. نظام السعودي والإماراتي يريدون القضاء على الثورة نهائيا والقضاء على كل ممثلي الثورة، بينما نظام الجزائري نتيجة لتجربة وخبرة سابقة في واقع الأمر يعرف أنه من الأحسن الاحتواء، فهو مشى في سياسة احتواء من يقبلون أو من يتظاهرون على الأقل بالتعاون في هذه الظروف البائسة والصعبة والإقصاء للآخرين. نجد مثلا علاقته مع المرزوقي علاقة متوترة جدا وعلاقة سيئة جدا مع النظام. أنا ما أريد أن أقول هنا أنه على الشعب التونسي في حقيقة الأمر، هذه فرصة مهمة جدا لأنه الانتخابات التشريعية ستأتي بحكومة النظام القديم في نهاية المطاف، بل أحيانا مضاف له قمة الاستئصال يعني طبعا هذا يتجدد الكلام يعني يتجدد نظام قديم يتجدد يعني لكن لا يمكن أستاذ العربي لا يمكن أن نؤكد هذا الكلام. هو لا أنا كله على الحكومة على الحكومة نعم كل شيء مطروح الآن. الحزب الأول الفائز يعني ليس شرطا، هو هناك سيناريوهات كثيرة ستعطى له ابتداء هو لتشكيل الحكومة، لكن ليس شرطا. إذا فشل قد يأتي آخرين. لا ممكن في حتى في سيناريوهات أخرى مفتوحة أن تكون الحكومة كلها حكومة تكنوقراط أو أن يكون الوزير الأول أو رئيس حكومة تكنوقراط. هناك ماذا يقول الدستور؟ الدستور يقول أن الحزب الأغلبي هو الذي تعطى له، لكن في مجال هو الأصل، لكن فيه حديث حول يبقى تكهنات مسألة. لا مسألة الاحتواء، سيد باجي قائد السبسي يتحدث بكل صراحة، لا أدري هل أمر يعني أم لا يعني حينما يصبح رئيسا، يعني البعض يقول بمجرد يصبح الرجل رئيس لا ما عاد يعنيه نداء تونس، لأنه هو أسس نداء تونس من أجل أن يصبح رئيسا، إذا أصبح رئيس فلا للبقية الحرية، لكن يتحدث على أن مثلا أن النهضة جزء من المجتمع التونسي وأن عنده 69 مقعد، هذا آخر حديث لي، وأنه لا يمكن تجاهلها وأن احتمال كبير أن تكون مشاركة لنا في ولابد أن تكون مشاركة لنا في الحكومة. يتحدث على أن النهضة ليست عدوة لنا، فهناك حديث إيجابي من الطرفين، حتى المتحدث باسم حركة النهضة زياد العذاري قال نحن سنقبل إذا عرض علينا سنقبل مشاركة في الحكومة. يعني أقصد أن هؤلاء الناس أنت تتهمهم فعلا أنه بعودة التسلط والتجبر ربما أو الحزب الواحد والمنظومة القديمة، لكن هم يبدو أنهم وعوا الدرس وأنهم لن يكرروا أخطاء الماضية. شوف في نهاية المطاف هي موازين القوة، عندما يجدون قوة أخرى ناحية الانتخابات ناحية القوى الثورية من ناحية الشارع، لأن العملية السياسية عملية كثيرة بكل تأكيد سيقفون عند حدود معينة، عندما لا يجدون تلك القوة المضادة والعملية في الديمقراطية دائما هو الحكم وهناك المعارضة وهناك عندما تكون ديمقراطية حقيقية سيكون هناك تغول وسيكون هناك واضح، عندما يكونون هم اليوم رسميا من حيث الانتخابات نتيجة الانتخابات يعود لهم المجلس رئاسة المجلس التأسيسي لأنهم هم الذين أخذوا الأغلبية، والدستور يقول أن الحزب الفائز هو الذي يشكل الحكومة. كون أنك تفترض أن لا يقومون بذلك هذا هو الاستثناء، لكن القاعدة هو أنه سيشكل الحكومة. الأمر الثالث، عندما يشكل يرأس البرلمان ويشكل ويرأس الحكومة ويرأس الدولة فهو يأخذ كل السلطات، وهنا الإشكالية هو أنه قوى غير ثورية، خلينا ما نشوف ما نقولوش قوى يسدي النظام السابق ربما ما عجبتكش كلمة النظام السابق، خلينا نقولوا قوى غير ثورية بكل تأكيد لا تؤمن بالثورة، بل بالعكس أول ما تحدثوا عليه هو إعادة العلاقات مع بشار الذي يقتل يوميا أطفال المدارس في كل مكان بالبراميل، هذه أول ما تحدثوا عنه. إذن خطابهم واضح، ولذلك تجد مثلا حتى القوى اللي تسمى قومية أو شيعية أو عندما تنظر إلى قناة الميادين تدعم بقوة هذا التوجه. إذن الفرصة هو أن لا نعطي، كانت هناك خطأ أنا في اعتقادي وأصر أن هناك حدثت أخطاء في إدارة المرحلة السابقة، يعني كيف يعقل ابتداء أن ثورة قام بها الشباب ثم نأتي وربما يصبح الرئيس أيضا، ناهيك على أن حزبه أيضا والرئيس عمره 89 سنة، يعني صراحة إذا كان الجزائر دخلت اليوم في هذا الوضع البائس إلى التاريخ بأن برئيس مقعد
ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن فتونس تدخل برئيس عمره 89 سنة متهالك الصحة متهالك بعد ثورة شبابية يعني أصبحنا في عالم نكت برغم كل ما تفترض. ثم عندما تتحدث عن النهضة، أنا النهضة جزء من الشعب التونسي، النهضة ليست هي تونس وليس هي الشعب التونسي، ولا بد لا ننظر لها كذلك. النهضة قد تأتي وقد تذهب، الباقي هي تونس والشعب التونسي. أكيد. هذا هو الأصل في الأشياء. والأصل في الأشياء أن قامت ثورة على قوى طاغية فاسدة مفسدة، كان يجب أن توضع على حدود بمنطق الثورة وبمنطق الانتخابات التي أفرزتها أيضا المرة الماضية. أما أن نفترض الجميل فعليش نحلم؟ لا، هو ممكن واحد نعم ممكن يكون في السياسة فيش حلم، لكن في تصريحات يعني كلامي بني لا يجب أن يصرح كذلك. تصريحات طبعا الواقع قد يختلف 360 درجة بعد الانتخابات. أنا في مكان سأقول أكثر من ذلك إذا كنت غير صادق، يعني للأسف يعني لأنه عودونا السياسيين أنهم يقول طبعا ونحن سنجمع الجميع يعني لأنه شاف أن النهضة ليس لديها الآن وكأنه يريد أن يستعطف، لأن القاعدة يبدو أن قاعدة النهضة في أغلبها إن لم تكن كلها ماضية في اتجاه صحيح أعتقد، وهو دعم المرزوقي. ولذلك هو يريد أن يذهب إلى أنه ما تخافوش، لأنه الناس تعرف صراحة. أنا أثق كثيرا في الشعوب أكثر من النخب السياسية وأكثر من الحكام. الشعب التونسي بحركة واحدة وفي لحظة معينة وبمعجزة أمام الناس أسقط نظام بن علي الذي كان يعتقد أنه لن يسقط. فأنت عارف أن بوتفليقة مثلا وحتى أويحيا في الجزائر كان يعتبر بن علي مثال. نعم. بالرغم أنك عندما تذهب إلى تونس تجد أن بعد 60 سنة من الاستقلال أو يزيد أو يقترب 60 سنة يعني صراحة أمام متهالكة، لا 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 خدمات حقيقية ولا بنية تحتية ولا يعني أقصى ما في تونس هو شارع في 500 متر بعد هذا 60 سنة. قلة الموارد أضف إليها السرقة والنهب، فهذه نتيجة طبيعية. هل تونس أقل موارد من كوريا الجنوبية؟ هل تونس أقل موارد من اليابان؟ أنا أتحدث الموارد الطبيعية لأن البشر نحن كلنا بشر. اليابان كلها زلازل، لكن شوف اليابان وين هي الآن. كوريا الجنوبية شوف هي وين هي الآن. ماليزيا شوف وين هي الآن. لأن أيضا ليس هناك سرقة في تلك البلاد، هذا ليس هو هناك مال فاسد، هذا هو الأصل. ليس هناك استحواذ على السلطة. هاي الجزائر تنام على البترول والغاز، هاي السعودية تنام على البترول والغاز، هاي الإمارات العربية تنام، وش عملوا به؟ بالعكس ما زالت الأمور متخلفة ومتخلفة جدا. إذا القضية ليست إمكانيات مادية، لكن في الأصل هي إمكانيات بشرية، هي الحكم الراشد، هي الحكم الصالح. نعم. الآن صلى العربي البارح كذلك انضم إلى المنسحبين أحد المحسوبين على الثورة، عبد الرؤوف العيدي رئيس حركة وفاء. طبعا كان عضوا وأسس هو مع الأستاذ الدكتور المرزوقي، أسس المؤتمر من أجل الجمهورية وخاضوا الانتخابات مع بعض في 2011، تحصلوا على 29 مقعد، كان حزب قوي يعني. الآن طبعا تهالك هذا الحزب، لم يحصل إلا على 4 مقاعد، انقسم انشطر إلى أكثر من حزبين أو 3. المهم هذا الرجل يعلن انسحابه الأمس، دكتور الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، رجل نضالي معروف بنضاله حتى من زمن عهد بن علي. لكن السبب الذي بنى عليه الانسحاب هو ليس قلة الحظوظ أو عدم الحظوظ توفر الحظوظ، ولكن احتجاجا على الوضع القائم وعلى ما سماه هو المال الفاسد. كان ضيفنا أمس وذكر أن سبب الانسحاب هو الاحتجاج على توظيف المال الفاسد الآتي من الداخل ومن الخارج. ولما سألته عن الأدلة قال نعم، وزير الداخلية أكد لي أن هناك مالا من دول الخليج يدخل لدعم مرشحين. هل يكفي هذا سببا للانسحاب؟ هل وضع هذا كان في الانتخابات التشريعية ولم ينسحب السيد عبد الرؤوف العيادي، وكان ربما حتى قبل الانتخابات التشريعية وبقي مرشحا لنفسه، لماذا في هذه اللحظة بالذات يترى يعني ينسحب؟ ما هي الأسباب الحقيقية إن استطعت أن تقرأ ما وراء الانسحاب؟ هل فعلا احتجاج على الوضع، وهو قال محاولة تعرية الوضع هذا أمام المشاهد الناخب التونسي، أم أن هناك
أسباب أخرى يعني. أعتقد أن الرجل صادق فيما يقول، صراحة نعرفه شخصيا ورجل مناضل ومناضل منذ فترة طويلة، وتذكر ما زلت أتذكر قبل سنتين عندما التقيته كيف روى لي قصة هروبه من بورقيبة في 73 عبر جبال الجزائر الحدود المشتركة التونسية الجزائرية، ويعني رجل يأتي من فترة طويلة في النضال وأيضا تعرض لكثير من الضغوطات ومن المصاعب في أيام بن علي، وثبت الرجل على الموقف. أنا ألمني جدا حقيقة هو الانقسامات اللي شهدناها في القوى الثورية التونسية، يعني خاصة مثلا انقسام حزب المؤتمر بخروج عبو وهو كذلك. نعم، وخاصة هو، وبعدين عبو خرج أيضا من المؤتمر، هو أيضا خرج يعني بالطيارة بحزب آخر، بحزب آخر. نعم. وهذا أضعفهم يعني، واضح أن الانتخابات، لكن أستاذ العربي الأستاذ محمد عبو صحيح ودخل الانتخابات بقائمة التيار الديمقراطي حزب آخر، لكن الانتخابات الرئاسية منذ البداية أعلن دعمه للمرزوق يعني، هو هذا ومنخرط في حملته كذلك حتى. صراحة عبد الرؤوف العيادي لم يذكر حتى أني انسحبت من أجل توفير حظوظ أكثر للمرزوق يعني. نعم، شوف صراحة مهما كانت الخلافات لابد أن الناس تنظر إلى الصورة الإجمالية والبعد الحقيقي للأشياء، وليس إلى خلافات شخصية هنا أو هناك، إلى خلافات فرعية هنا أو هناك، لأن ما يجمع القوى الثورية على اختلاف توجهاتها سواء العلمانية المعتدلة أو الإسلامية المعتدلة أو الإسلامية الأخرى أو الإعلامية، كل هذه القوى الوطنية يجب أن تنظر إلى شيء واحد، الثورة في خطر، الذين أسقطوا بن علي ومجموعة بن علي تعود وبقوة، اليسار المتنطع الاستئصالي يريد خرابها، المال السياسي الخليجي وتدخلاته الإعلامية، النظام الجزائري من هنا، فرنسا من هنا، يعني هناك خطر حقيقي على هذه الثورة وعلى مهد الثورات العربية، وهناك ردة حقيقية، يعني ليست هذا ليس تخويف، شاهدنا ما حدث في مصر، نشاهد ما يحدث في سوريا، في ليبيا، يريدون قتل الحرية، يريدون أن يجعلوا الناس تكفر بشيء اسمه التحرر، اسمه الثورة على الطغيان، اسمه الثورة على الظالم، اسمه بناء الدولة، اسمه الحكم الراشد، يريد الناس أن تكفر وتصبح فقط أسيرة الخوف والبحث على الأمن والأمان. إذن أنا لا أفهم أن هذه القوى الثورية سواء المنسحب منها أو المش منسحب، سواء أن لا تلتف حول شخص واحد مهما كانت خلافات. أنا شخصيا عندي بعض الملاحظات على المرزوقي، لكن في نهاية المطاف هناك عندما تقوم بعملية توازن، هنا قوى ثورية وهنا قوة استبداد، مهما حاولت أن تظهر أو تتجمل أو تقول كلمات جميلة هنا هذه وهناك. هذه هي كانت مبادرة حتى حركة النهضة، الرئيس التوافقي، لكن هذه القوى المحسوبة على الثورة ومحسوبة على القوى الاجتماعية رفضت الانسحاب، يعني الشابي ونفسه رؤوف العيادي، كذلك بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، كل واحد رفض الانسحاب مؤكدا أنه هو الأوفر حظا، فبالتالي هذا في كل حالات هو تشتيت لأصوات الناخبين، تشتيت أو تقليل من حظوظ السيد الدكتور مرتضى المرزوقي، في حين أن الطرف الآخر من الناحية الثانية يعني ينسحب، وهناك حديث الآن ربما حتى الزنايدي وكمال مرجان كذلك يلتحقون بقائمة المنسحبين من أجل، وهذا شاهدناه كما قال الأستاذ عبد الحق من تونس، قال أنه شاهدناه في الانتخابات التشريعية الماضية، رئيس الحركة الدستورية الحمد القروي لم يحصل حتى ولو على صوت واحد في دائرته هو المترشح فيها، مما يدل على أنه هو نفسه لم يصوت لنفسه بل صوت لحزب نداء تونس. تمكن كل هؤلاء من توحيد صفهم، ولكن ما زلنا ننتظر إلى حد الآن أن الصف المحسوب على الثورة لم يتوقف. وهذا اللي هذا لماذا بتقديرك؟ هذا حب في الكرسي، حب في 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 في, في ماذا يعني؟ أن يعني نتحكي بصراحة يعني كثير من الناس، الشابي ليس حظوظه مثل حظوظ المرزوقي، بن جعفر حظوظه ليست كذلك حظوظ، هي الانتخابات السابقة أثبت ذلك، وإن كان هؤلاء الناس وطنيين ومناضلين إلى غير ذلك لا يشك أحد في نضالتهم، لكن لماذا لم ينسحب؟ وهذا هذا 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 أحيانا، لأن أحيانا تكون نظرة قصيرة، يعني أحيانا الإنسان ينظر نظرة قصيرة، وأحيانا طبعا تدخل فيها حظوظ النفس وأنه أنا لما لا أنا، أو يدخل فيها بعض الخلافات السابقة، ولن بينما عندما تكون النظرة مخلصة للوطن، مخلصة للشعب، مخلصة، تقوم أنت بعملية الإيثار. طيب. ثم خاصة
أيضا بدون أنك واضح أن كل التيارات أو المترشحين المحسوبين على الثورة بشكل أو بآخر يعني حظوظهم أقل بكثير من المرزوقي. نعم. عندما تعطي هذا الانطباع للشعب أنا متأكد أنه في الدور الثاني سيذهبون هذا الاتجاه لأنهم وإلا يكون هناك جنون حقيقي طبعاً. لكن كان المفروض حتى قبل ذلك لأن عندما تعطي هذا الانطباع للشعب لأن الناس تتأثر بالشخصيات الثورية تتأثر بالشخصيات التي لعبت دور التي قاومت الاستبداد عندما تجدها ملتئمة ومجتمعة وتتجه في اتجاه واحد هذا يرفع من نسب الأمل ويرفع من نسب التحمس طبعاً. لهذا الذهاب ثم هناك مشكلة كثيرين قد لا يذهبون للانتخابات وهم يرون هذا التجرذم وهذا هذه الأوضاع طبعا. فأنت في المرة الماضية كان انتخابات 60% الذين ذهبوا 2 مليون لم يذهبوا بالضبط نعم. فقضية هذا 2 مليون متى أو على الأقل خلينا نقول مليون منهم يعني نصف نعم. منهم حتى تصبح 80% وهذا ممكن جدا أن تصل النسبة إلى 80% أو على الأقل 75% هذا عندما تجد الناس أمل والأمل أساسا يظهر عندما يكون هناك نوع من التوحد نوع من ترك المصالح الخاصة والمصالح الشخصية والمصالح الحزبية لنظرة إلى الوطن وممثله أنا لا أقول أن المرزوقي سيكون مرة نعم. أخرى هو الملهم أو لكن إما تعتبروه أفضل الخيارات القائمة أو تعتبروه أقل الخيارات سوءا نعم لكن هذا كما ذكرت الأمر الذي يبقى محيرا هو الواضح من خلال التسريبات سبر الآراء اللي هي ممنوعة طبعا بنص القانون في تونس في الفترة هذه الحالية أن هناك تداركا كبيرا للدكتور المرزوقي وارتفاع للأسهم طبعا هذا سيكون بعد قليل سيكون موضوع حديثنا وبتحليل أكثر ولكن في النهاية مع هذه الدقائق التي بقيت اليوم اختتم المجلس الوطني التأسيسي أعماله انتهى الآن كانت الجولة الختامية كل النواب كانوا حاضرين وسط أجواء احتفالية كما تقول الأخبار يعني هل أدى المجلس التأسيسي بتقديرك دوره في الفترة الماضية؟ لو قلت في كلمة واحدة أقول لك أداه بضعف كبير وبنقص ربما في الخبرة واضح لكن أداه أيضا بنوع من التوافقات التي في اعتقادي أنها لا تخدم تونس على المدى البعيد أداه أولا بظهور دستور توافقي وهو أقرب إلى اتفاق من أنه إلى تأسيس مجتمع مشروع مجتمع عندما تقرأ الدستور التونسي صحيح فيه كثير من الأشياء الجميلة لكن لا يؤسس الأبعاد الحقيقية لتونس ولا يعطيها ذلك البعد الذي كان متوقع البعد الثوري لدستور ثوري لم يأتي دستور ثوري أنا أعرف أنهم كانوا تحت ضغوطات رهيبة وكان هناك الانسحابات والضغوطات الداخلية أنت عارف أن حسام الرحيل سبب هذا الدستور جوان نعم نعم ونجحهم جميعا ونجحوا في إخراج دستور نعم. نعم. أقول أنه أقرب إلى التسوية الدستورية من أنه دستور مؤسس إلى مجتمع حقيقي لا يعني لابد أن الناس أنا أعتقد أن هناك مشكلة حدثت ثورة في تونس لكن مع غياب بعض الثوريين أو الفكر الثوري أحيانا يعني أحيانا أنه لم يذهبوا الناس بعيدا في الدفع بذلك صحيح أن الظرف الإقليمي دائما أجد لذلك بعض التبريرات الظرف نعم. الإقليمي الانقلابات انقلاب في مصر كل هذا يخلي يخوف نعم يخوف ويخلي نعم. بعض قيادات النهضة تنظر إلى الأمور ربما الحفاظ على النفس ربما الحفاظ على حدود معينة في تونس هذا مفهوم لكن صراحة لابد أن يكون العمل ببعد ثوري نعم. أن يكون العمل بإعطاء لتونس والتوانسة ماذا أرادوا؟ أرادوا الكرامة أرادوا العيش الحر أن الإنسان ما يبقاش يعني الآن يريدون أن يكفرهم بالثورة يعني الأسعار التي ارتفعت الإضرابات الاحتجاجات كل شيء وكانوا يريد ما يسمى بالإرهاب الذي يحرك هنا وهناك نعم. بالمناسبة أنا لا أستبعد أن في الدور الثاني خاصة تقع عمليات إرهابية وربما إرهابية كبيرة لا أستبعد ذلك لأنه يراد عندما ينظر ربما لأنه المرزوقي خاصة الدور الثاني لأنه وقعت عملية بسيطة هكذا أنا لا أستبعد في الدور الثاني أي. لأن الدور الثاني سنجد أنفسنا أمام قائد السبسي 89 سنة متهالك الصحة تماما ومع المرزوقي وجه ثوري إلى آخره وربما تخاف القوى الإقليمية والداخلية أيضا من فوز المرزوقي فتلجأ إلى تحريك العنف لأن العنف ما زال للأسف نعم. سواء كان القائمين بإسلاميين حقا أو غيرهم
ما زال يحرك لأسباب سياسية، والدليل على ذلك هو أن مقتل الرجلين الأول في فبراير ثم الثاني في جويلية النائبين شكرا بالعيد ومحمد شكرا بالعيد والبراهمي، كان الهدف الرئيسي منه استغلال فاضح في إضعاف القوى الثورية، في إضعاف المجلس التأسيسي، في إضعاف الدستور، في إضعاف المجتمع وتونس إجمالا. أستاذ العربي أشكرك، وستبقى معنا في الفترة في الفقرة الموالية، فقرة قراءة الصحف. مشاهدي الكرام، نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود مع زميلي عادل العزيزي وقراءة في أهم ما جاء في الصحف التونسية. فقط أذكركم بالاتصال، ستظهر أرقام الاتصال على الشاشة الآن تباعا، سواء عبر السكايب أو عبر خدمة الهاتف. ستكون الفقرة الموالية مختصة في الصحف التونسية، بعدها مع الزميل محمد مغراوي، وموضوعنا حول ارتفاع أسهم الدكتور مرصف المرزوقي وهذا التدارك الكبير والسريع الذي يحققه الدكتور مرصف المرزوقي، وسيكون بداية معه فتح للخطوط إلى غاية الساعة 11:30 بتوقيت تونس وبتوقيت الجزائر. إذن فاصل فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأفاضل، وأعيد الترحيب بضيفنا الكريم الأستاذ العربي زيتوت القيادي في حركة رشاد وعضو حركة رشاد كذلك. مشاهدينا الأفاضل، نبقى في هذه التغطية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية، وهذه قراءة للصحف حول ما يجري تحت قبة هذا السباق نحو قصر قرطاج. ونبدأ بالصباحة التونسية والتي لم تبتعد كثيرا عن قضية الانسحابات التي تخدم مرشح على حساب الآخر. وتقول الجريدة تحركات الساعة الأخيرة، الزنيدي ومرجان يناقشان انسحاب لفائدة السبسي، والمنسحبون من النداء يعودون. عنوان آخر لمقالة حياة السايب تتساءل فيه، هل سننهي قريبا مع الانتقال والمؤقت؟ إلى جريدة التونسية، وزيادة عن الانسحابات والتي تشرح أسباب انسحاب عبد الرؤوف العيادي، تنشر التهم، أي جريدة التونسية تنشر التهم الموجهة لسهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب.
إلى جريدة شروق، شروق التي فضلت التخويف على الخوض في الحملة الانتخابية في صفحتها الأولى، واقتصرت على عنوان إنجاز الدستور وانتهاء التأسيسي بعد مخاض عسير حسب ما وصفتها الجريدة. أما لابريس، لابريس الناطقة بالفرنسية، في عنوان عريض في صفحتها الأولى تقول: التونسيون يخوضون الترويج السياسي في التفاتة للحملة الانتخابية والتي يختلف روادها في طريقة عرض برنامجهم الرئاسي، دون أن تضرب الجريدة أذانا صماء على تصريحات سليم الرياحي والتي جعلتها أو جعلت منها عنوانا كذلك، إذ قال الرياحي أن مساندي المرزوقي هم إلكترونات حرة من اليمين المتطرف. وللنقاش هذا الأسطر القليلة حول الانتخابات الرئاسية ينضم إلينا من تونس مراسل قناة المغاربية غفران الحسيني. أهلا بك أستاذ غفران، بعد الترحيب بك يعني نعود إلى هذه الانتخابات وهذه الانسحاب من السباق للرئاسيات. ربما لا يفهم المتفرجون قضية المنسحبون من النداء يعودون، يقولون أن الزنيدي ومرجان يناقشان الانسحاب لفائدة السبسي والمحسوبون على النداء يعودون، ما معنى هذا غفران؟ أهلا زميلي عادل، مرحبا بك وبضيفك الكريم، وتحية إلى كافة السادة المشاهدين في الوطن العربي وخارجه. هذا العنوان في جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم تحدث عن ما كنا أسلفنا الكلام عنها عبر قناة المغاربية، وهي أن الانسحابات التي تقدم بها المترشحون إلى الرئاسية تباعا منذ فترة، وخاصة المنتمين إلى العائلة السياسية الدستورية، ليست انسحابات مجانية بل هي ربما صفقات تحت الطاولة خدمة لمرشح نداء تونس الباجي قائد السبسي. وربما تأتي هذه الانسحابات بعد قرار تنسيقية الأحزاب الدستورية دعوة كل قواعدها التصويت والالتفاف حول الباجي قائد السبسي كمرشح وحيد، مما أضعف حظوظ التابعين للعائلة الدستورية والتجمعية بما في ذلك كمال مرجان وأيضا مصطفى كمال النابلي وأيضا الزنايدي، وكان عبد الرحيم الزواري الوزير السابق لبن علي كان قد سحب ترشحه من الانتخابات. وقد أوردت الصحيفة في ذلك أن لقاء جمع الباجي قائد السبسي وكمال مرجان ومنذر الزنايدي تناقشوا خلاله ترتيبات انسحاب هؤلاء من السباق الرئاسي ليفتح المجال لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي. أما بخصوص المنسحبون من نداء تونس يعودون، كانت حركة نداء تونس قد عاشت قبل الانتخابات التشريعية تجاذبات داخلية ربما واستقالات في لعدد من قياداتها البارزة، وربما أعضاء مؤسسون في حركة نداء تونس كانوا قد استقالوا بما في ذلك الإعلامي نور الدين بن تيشة والمحامي عبد العزيز مزوخي وأيضا الطاهر بن حسين، وهؤلاء الآن عادوا إلى رحاب حركة نداء تونس لينخرطوا مجددا داخل هذا الحزب بعد نتائج الانتخابات التشريعية، علما أن نور الدين بن تيشة كان قد دعم مصطفى كمال النابلي خلال الحملات الانتخابية الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية وأعلن مساندته له، إلا أنه اليوم يعود ويصطف داخل هذا الحزب الذي فاز في التشريعية والآن يخوض الانتخابات الرئاسية في شخص الباجي قائد السبسي. شكرا غفران. ربما لا نمر على التونسية التي تكلمت على قضية عبد الرؤوف العيادي، تكلمنا عنها الأمس، والشروق ربما سؤال الذي يطرح بالنسبة للشروق، لماذا لم تهتم بهذا الكم المرتفع للدكتور المرزوقي؟ لم تشر إليه الشروق ولم تشر حتى للحملة الانتخابية، ربما اكتفت بالكلام عن
عن إنجاز الدستور وتقول ينتهي كابوس التأسيسي. ربما لا نتكلم الشروق، لا نذهب مباشرة لابريس وتصريحات سليم الذي يقول أنهم مناضلين المرزوقي هم إلكترونات حرة من اليمين المتطرف. ما مقصود باليمين المتطرف لهؤلاء مساندين المرزوقي في نظرك؟ العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية يستعملون هذه المصطلحات الآن التي تفت على السطح بأن مرشحي الدكتور منصف المرزوقي هم منخرطون في العنف ويتبعون روابط حماية الثورة. وكان الدكتور المرزوقي في تصريح تلفزي بث منذ يومين كان قد أبدأ استغرابه الشديد من التركيز على بعض الوجوه التي تتبع روابط حماية الثورة والتي أبدت تضامنها ودعمها مع للدكتور المرزوقي، واعتبر أنه التقى عدد كبير وشرائح واسعة من التونسيين بما فيهم الجامعيين والأطباء والأساتذة والمحامين، إلا أن وسائل الإعلام وخصومها السياسيين لا يركزون إلا على بعض الوجوه التي يريدون توظيفها لإلساق تهمة ربما العنف ودعم العنف والمساهمة في العنف في شخص المنصف المرزوقي. وقد اعتبر وعبر عن استغرابه كيف تلصق به العنف والذي ناضل طيلة سنوات في المنفى وداخل تونس وأسس رابطة حقوق الإنسان وكان أول أمين عام لرابطة حقوق الإنسان في على المستوى العربي، وهذا ما ربما يستغله بعض السياسيين بما في ذلك سليم الرياحي والذي يوظف هذه الصور أو هذه المشاهد لخدمة حملته الانتخابية وضرب خصومه السياسيين بما فيهم الدكتور منصف المرزوقي الذي اعتبر في احد خطاباته الاخيره في ربما في ولايه المهديه قال انه يتعرض الى هجمه شرسه بهذا الخصوص. شكرا لك غفران الحسيني مراسلنا من تونس، نشكرك جزيل الشكر ولنا لقاء بحول الله غدا. نعود الى ضيفي الكريم العضو في حركه رشاد الاستاذ محمد العربي زيتوت، ربما نعود نتكلم على هذه الاسهم المتصاعده للدكتور محمد المرزوقي. هل استفاق الشعب التونسي من غفلته السابقه التي ربما عاد بها الى الفلول القديم؟ أنا شخصيا أختلف معك، لأن أعتقد أن الشعب التونسي عاد إلى النظام القديم في الانتخابات السابقة، أولا لأن نسبة الغياب كانت كبيرة جدا، وثانيا لأنه ربما نوع من الاستياء من أن قادة الثورة أو على الأقل من أن الذين اختارهم لإدارة تلك المرحلة لم يكونوا في المستوى كما كان يعتقد، ولم يقوموا بما كان يجب أن يقوم، لأن نعرف أنه رفعت شعارات أساسية في الثورة التونسية، من بينها أهم الشعارات التي رفعت شعار إصابة السراق للشغل استحقاق، قضية المحاسبة، قضية المحاسبة، المشانق، كل هذه الأشياء، قضية المحاسبة، قضية إخراج الفاسدين من السلطة من الدولة، قضية تطهير الإعلام، قضية أشياء كثيرة في الحقيقة لم يستطع القائمين على الثورة من الوصول إليها لعدة اعتبارات، ربما لما ندخل في الاعتبارات نجد بعض التبريرات، لكن في نهاية المطاف ما وصل للتونسي العادي من أن الثورة لم تقدم له ما كان يعتقد، ليس دائما فقط من الناحية المادية، نحن نعرف أن الثورات عندما تأتي من الناحية المادية تضعف، الأسعار ترتفع لأن هناك اختلالات تقع وعدم توازن يقع، لكن أيضا من الناحية المعنوية، من الناحية المبدئية، من ناحية تونس وبعدها العربي الإسلامي مثلا على سبيل المثال. لكن هناك من ذهب إلى حد القول أن التونسيون اختصروا طريق المصريين بدون ربما إثارة أي ضحايا أو خسائر بشرية، عادوا إلى الفلول القديم، يعني اختصروا طريق الرصاص وطريق الموت وطريق الضحايا وطريق هذه الخسائر البشرية، ما رأيك؟ وتم تخويف التونسيين ويتم تخويف الشعوب عموما بالعنف الذي يسمونه إرهاب.
ونحن نعرف أن هذا الجزء من العنف يتشكل من عدة طبقات ومن عدة أشخاص، ولكن في نهاية المطاف تحركه جهات معينة لإضعاف المجتمعات، لإضعاف الدولة، لإضعاف الشعوب، ولإبقاء الأنظمة الاستبدادية القائمة، أو للتخويف مما هو قائم، لأنه في تونس كانوا يخوفونهم. حركة النهضة هي أكثر الحركات الإسلامية، ليس فقط اعتدالا، حتى واحد يقول اعتدلوا حتى أرحوا من هيه يعني. ومع ذلك لا تقبلها هذه القوى الاستئصالية، ومع ذلك قامت ضدها حرب شرسة في قضية الاحتجاجات، وفي قضية توقيف عجلة الاقتصاد، وفي قضية الإضرابات الغير، وقضية ما أنا ذاك الاعتصام الرحيل إلى آخر. إذا لم تقبلوا بهؤلاء اللي هما من أكثر الناس اعتدالا في فتوحاتهم، وفي أيضا بالنسبة للمرزوقي وما يمثله، بن جعفر وما يمثله، هذه هي ترويكا يعني شديدة الاعتدال، حتى أحيانا أنها تكون مرنة أكثر مما يجب وصفت أكثر مما يجب. إذا لم تقبلوا بهؤلاء ماذا يعني ذلك؟ أعتقد أن التخويف للشعب التونسي، استعمال ورقة الإرهاب لتخويفه، الضغط الخارجي، المال السياسي الفاسد خاصة المال الخليجي، الضغط من جانب النظام الجزائري، الضغط من جانب أن الثورات التي لم تذهب بعيدا خاصة في ليبيا التي أغرقت الثورة المضادة، كل هذا ضغط إلى حد ما على البعض ربما للنظر ربما لتعديل جمع النظام القديم مع النظام الجديد. أنا لا أتوقع خيرا من هذا النظام القديم صراحة، هي عملية ريسيكلاج، يريد أن يعملوا نوع من الرسكلة والعودة، ولكن نحن نعرف أن هذا فكر أحادي، فكر استبدادي، فكر استئصالي، فكر إلغاء للآخر، يجب على الشعب التونسي لا يتركه يمر، خاصة أن يعدل كفة هذه المرة برئيس ينتمي إلى الثورة. لكن هناك يعني ربما من يقول أن الباجي قايد سبسي سجل بعض النقاط بزيارته اليوم لمستشفى لأحد أعوان الحرس الذي أصيب، وربما هذا يدخل في سياق التخويف وقضية الإرهاب. يعني شفنا التعليقات يعني للمواطنين ولهذول المعتدين على التواصل الاجتماعي، الذي مواقع التواصل الاجتماعي يعني كان سجل بعض النقاط الإيجابية. شوف، الإرهاب الحقيقي هو عندما لا تسمح للناس باختيار من يحكمها، الإرهاب الحقيقي عندما تنهب أرزاق الناس، الإرهاب الحقيقي عندما تكون بلد مثل تونس وبعدين تجد فيها 25% و20% عاطلين، وأكثرهم شباب، وكثير منهم شباب حامل شهادة جامعية، الآن يقترب أعتقد العاطلين من المليون. عندما تجد، مع أن تونس تقع في موقع استراتيجي بالغ الأهمية، مع أن مساحتها معتبرة، لأنه دائما الناس يقول لك والله إحنا بلاد صغير، لا مش بلاد صغير يا أخي، انت لما نقارنوك بكوريا الجنوبية، او نقارنوك بماليزيا، او نقارنوك حتى بسنغافورة، مساحة تونس بالنسبة لسنغافورة اكثر من 100 مرة، لكن انظر سنغافورة اين هي الان، وانظر تونس اين هي الان. الاستبداد يدفع الناس الى اليأس، يدفع الناس الى التطرف، يدفع الناس الى المخدرات، يدفع الناس لما لا تجد حرية تكفر بما هو واقع. واحيانا هناك من يذهب ويحمل السلاح، وهناك من يذهب وينغمس في المخدرات، وهناك من يهرب من البلاد، كل هذا يخلق وضع متوسط. لكن الأنظمة القائمة في الحقيقة، وأنا أعتبر ما يمثله السبسي هو نظام بن علي، امتداد لنظام بن علي، وجزئيا السبسي شارك في حكومة بورقيبة، بل أن السبسي كان متواجد قبل استقلال تونس. يعني لا يعقل أن ثورة قام بها الشباب يجي واحد عمره 89 سنة، صحته تعبانة جدا، وضعه الصحي تعبان جدا. عندنا سؤال مباشر الآن، محمد العربي زيتون، تقول أن الدكتور المرزوقي الآن هو الذي سيفوز في هذه الانتخابات الرئاسية، كم نسبة فوز دكتور محمد المرزوقي؟ أنا شخصيا أنا أدعو الشعب التونسي والأغلبية العظمى من التوانسة، لأني عارف أن دائما هناك أقلية ستذهب إلى هذه القوى لأنها ربما مرتاحة، أو لأنها ربما ترى نفسها أفضل معه. أنا أعتقد أن ما يمثل المرزوقي بكل ما يمكن أن تقدم عن حول ملاحظات بعيد جدا وأفضل بكثير مما تقدمه هذه الطبقة. يعني في نظرك لا يوجد دور ثاني في هذا؟ لا أعتقد لا سيكون دور ثاني بكل تأكيد، سيكون هناك دور ثاني، لكن أعتقد في نهاية المطاف سيترسخ لدى الناخب التونسي ولدى الشعب التونسي أنه من الأفضل أن يختار
رجل يمثل الثورة ويمثل الشعب ويمثل عمق الشعب التونسي من أن يختار جماعة السراق التي تعود من جديد. محمد العربي الزيتوت قيادي في حركة رشاد، نشكرك جزيل الشكر، نشكركم أنتم مشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء. لديكم الأرقام ربما للاتصال والإدلاء بأرائكم مع زميلي محمد مغراوي مباشرة بعد هذا الفاصل، إلى اللقاء. شكرا. التي جاء بها دستور الثورة، ورغبة في تجميع عناصر القوى المادية والسياسية لدعم مترشح يستجيب لهذه التحديات ويعبر عن هذه التطلعات، واعتبارا لما يتوفر عليه